البحر واللي ما تقدم برامج إذاعة سيدة الجهوية في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي فن أف أم. فن أف أم على الموجة 94.5 أف أم لأبناء الجزائر في ديار الغربة www.sida.fm.com 48 17 18 48 41 18 18. في العرض التقنية ديو سيد أحمد عبد وعبد الرحمن محمد وراء الميكروفون. أهلا ومرحبا، مساء النور والأنوار لكل متتبعي ومحبي برامج إذاعتكم إذاعة العقبان في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية برنامج فن أف أم. فن أف أم اللي يهتم ويسقل ويبحث على كل ما هو جديد في عالم الفن، وكما سبق ونشرنا على صفحة الفيسبوك للإذاعة سعيدة الجهوية وحصري حصري حصري لإذاعة سعيدة. يشرفني اليوم ويشرف ولاية سعيدة أيضا حضورنا ومشاركتنا في هذا العدد شقيق محبوب الجمهور الجزائري ومحبوب الشباب الجزائري صاحب القلب الحنون والعاطفة الشاب حسني معنا اليوم. هو رشقلون، مرحبا حبيبي. ربي يخليك سي محمد، والشكر شكركم على هذه الاستضافة، وربي يحفظكم إن شاء الله. وراني في سعيدة في بلادي، مانيش بعيد، أني غينا قريب مانيش بعيد. والا باش بيعرف الجمهور سعيدي بلي أنه هو ابن المدينة ويحب المدينة ويبغي سعيدة ويزورها في كل مرة. وخير دليل أنا راك هنا تقريبا في سيمانة، في الخميس اللي فات صافي ويجور يا خويا. هو اللي باش نبدو ونكونوا خفاف عليك وتكون خفيف علينا ونكونوا في رحبة خفاف على المستمعين الكرام. الكلمة الأولى تقولها للمحبين وعشاق الشاب حسني ولكل سكان ولاية سعيدة مادامك هنا أول مرة وحصري للإذاعة سعيدة. أنا توجور نقول باللي كاع اللي يبغي الله يرحمه يبغي حسني نبغوه، ربي يحفظهم ولاد سعيدة. وسعيدة ناس عاقلين ترونكيل كورما، وشاك فوا نجي نخدم نجي ميسيون غير هنا، ما عندي وين نروح. كاين بولايات ست ولايات ولا نبغي نجي نخدم في سعيدة توجور. أنا تاني نشهد باللي هو دائما دائما في سعيدة. وحتى بالمناسبة نحيو خويا مسحوب المراحي فوالا، لأنه تاني هو كوزا هذاك ستان كوزا هنا في سعيدة. دونك هو نبروفيتي لوكازيون ردك شوية الرول. ما تضربنيش وصاي. لا لا ما تضربنيش وصاي. أسئلة كان يضروك كان ما يضروش. لا والو ما نضرش خويا. هواري بغي نرشعك للصغر، فريمون للصغر كاع للصغر. واه المرحوم هواري كيفاش كنتو تفوتوا ياماتكم في الصغر قبل ما توجدوا في اون فامي من يكون واحد تحت واحد يزيد واحد ويزيد الاخر تكون كاينه اون كومبليسيتي. واه كاينه هذيك واحد يفهم واحد باسكو ماشي بعاد علينا دو زون بيناتنا، انا كبير عليه بعامين الله يرحمه ويسع عليه.
سي توجور هذيك تاع كاين كومبليسيتي دي فوا كعرف تلعب بوله معاه ميكون واحد يكمل واحد واحد يكمل واحد الله يرحمه وسع عليه لا نخرج كنا ديجا بلاصك نقولوا بلاصك انا كنت نقرا السنه الثانيه وكان يقرا السنه الاولى سي توجور في الميم ميكول من طلعنا للليسي انا نقرا كاتريام اني وكان يقرا دوزيام اني موين فهمني توجور كاين هذاك يرتبط توجور لاش تاعنا يربطنا في اي حاجه بروش نلعبوا البوله في رحبه بدينا نلعبوا البوله في رحبه تكبرنا غير نلعبوا البوله في رحبه حتى مات معايا البولا بغيت تحكي لي البان احكي لي البالون انت وخاصه هو لانه هو على حسب اللي تبعنا وقرينا وفي الحصص التلفزيونيه على القناه الوطنيه وحتى انت صرحت بها لانه كان عنده دون في الفوتبول سان تري بون جوور دو فوت لعب ديجا في جمعيه وهران ميني مقاضي كان في لا سيليكسيون دوراني مي كان هتفي الله يرحمه كانت سيليكسيون دوراني شاك ريجيون كانوا يديروا سيليكسيون كوم اون بتيت كيب ناسيونال من هاي دو ليكيب كان في ليكيب ناسيونال تاع سيليكسيون دوراني مع هتفي ولي تي تري بون جوار كان يلعب نافي دمي توجور سيتي تري بون جوار اللي لعبوا معاه ديجا قال لك نكمل فوتبول كان يروح بعيد كان يروح بعيد هو اختار ان يروح لا شونسون بليس ولا شونسون لا شونسون كانت فيه مي كان يقرا كنا نخرجوا هكا رحله اش من كنا بكري كانت كاينه الرحله في ليكول وكانت تاع ليكسكيرسيون هذيك كان هو يطبل في الكار رديتني ثاني وليت على والله كان عندنا كان عندها هارمونيكا يبغي يلعب كلارينات ستي لو بونوم تاع من بكري فيه هذا البنه تاع موسيقى رانا مريحين في الدار يطبل المغارب ولا يطبل ويدندن كان يغني بزاف خالد ديك النهار ذاك الوقت كان خالد بليس كان بريزون على بزاف الغاشي ستي لو سير شونتي اللي كان باين كان كيما حنا نقولوا يدندن انا قاعد يطبل الله يرحمه وسهلا الله يرحمه هو اللي في ذاك الوقت واش كنت ديرت؟ ها كنا مجمعين في رحبه نجمعوا لا لا صدي في لابيريود هذيك اللي كان في الفوتبول اسكو كنت مع في لازم ولا لا لا سي لو سير اللي كان سينياتير كنا نلعبوا برا انا كنت نلعب برا ما سنيتش كنت نلعب بولا بصح ما سنيتش تي هو انا كنت نلعب ديفونسير وكان نلعب اتاك ماما جورتي تاع الوقت في النهار وين كنت تفوتوا من كبرنا ولا من صغرنا لا توجوني غير في الصغر مازال ما طلع كنت ما تكونش تقراك تلعب برا تلعب تي بيت برا في الطريق تاعنا بكري كنا نلعبوا بتي بيت في الطريق ما كانش صدي بارتيسيبي في ذاك الوقت في جروب تاع موسيقى ولا في اسوسياسيون ماشي في لاش تاع ليكول فوال ولا كان تاع من طلع للسيام من وصل كاتيام اني موين كان في اليو ان جي فوالا لينيون ناسيونال دي جون كان فيها كان كاين ان جروب كانوا يديروا لي سواري في رمضان في لي بلاصات في لي سال هذيك بكري كانت كاينه هذيك الجي كان عندها رول كبير تمك في ذاك الوقت ذاك الوقت كان يغني كان يغني كان يخرجوا دي سواري يخرجوا لا برا بوتليدي اسمه سرقين صديقي في الولايه دورا كيف الولايه دورا كانت هذيك الجروب كانت توجور معاه باسكو كي تبعنا بلي كانت عندها اكسبيريونس مع لاتور تاع قدا النووي قدا النووي سي عطري سي عبري النووي هذيك سي عبري من دار البريمير كاسيت ديرها مع قادة النووي جروب الله يرحمه وسع لي قادة ثاني وعطيني على حسب لي زانفورماسيون كلشي كان الالبوم تاعه الاول بارتيسيبا معاه ميوزيسيان من سعيدة اللي هو ميلود سالم من الله يرحمه كان خدام مع قادة النووي تكون جروب تاع قادة النووي كاع طلع خدم في الاستديو بكري دوك دوك كان كاينه بي سي فيه كلش بواطري كلشي واجد كلشي واجد اللي كان يحط الجروب كومبلي باتري لو سانتي غيتارا كلش كان يخدم كلشي كان واجد دروك لا كيما قلت السانتي الكلافي فيه كلشي مبروغرامي بلوس الطابله واجده تقريبا نقولوا سهوله تامه راهي في الخدمه إيه؟ الراي دوك ما بقاش عندها ما بقاش داك الشام كيما بكري يجي يغني ويروح والاخر يبلاكي وبلاسي هذا كل وقت وقتها هذه سي هو اللي انت في ديك الفتره ودروك لا ديفيرونس بين داك بون حنا نركزوا بليس على الراي والراي تاع الشاب حسني الراي مقصده لا ديفيرونس تاع الراي تاع داك الوقت والراي تاع دروك باسكو دروك كي نسمع مثلا عبد الرحمن شفنا حاجه مليحه كي تسمع شونسون تاع حسني تاع دروك وشونسون واحده اخرى في الميم ستيل مثلا سنتيمونتال ديفيرونس كبيره كاين ديفيرونس كبيره باسكو على ليبوك كانوا لي بون موزيسيان دي بون تر بارولي وكانوا ميم لي شونتر كانت عندهم مي فوا لا فوا هي اللي تحط روحها هي اللي تحط روحها وهي امبوزيشن تاع امبوزي لي شونتر هي اللي تخلق لو تيت تاع لو شونتر تما كانوا لي بون ميوزيسيان دونك حسني الان دروك سمعنا ابري 26 ans كون ندير اون شونسون تاع حسني تالمو كانت لا كاليتي وكانوا دي بون ميوزيسيان وكانت كاينه خدمه تنجستروا حتى تسجل حسب عمرها البارح حتى تسجل
التسجيل كان كنت تحسبها عمرها البارح ماشي قديمه ولا قديمه مش عارف سي كل واحد حضرت معاه في 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 حضرت في الاستوديو معاه كيفاش كان كان يدير الشيء افون اللي هو الاستوديو ديجا يجيبوا له لي بارول صح في الدار ينقي كما يقول لك كاين دي فراز ما بغيش يقلعهم يعاود يكتبهم باسكو لا خويا الله يرحمه ثاني كان يكتب الله يرحمه ويكتب له هذاك المرحوم حتى هو كان يكتب له الفنكشن واه هو كتب له هذاك المرحوم عايش مظلوم كتب له غدار كتب له دي شونسون بزاف دي شونسون يديروا سوكسي كان يكتب كانت عنده موهبه يكتب لعرج الله يرحمه ثاني الله يرحمه كان ينقي ويخدم في الدار كان عنده سنتي بريباري روحها في الدار قبل سو بريبار افون لا يروح ومي كان هو دي يخدم مع لي ميجيسيان عالي ولا يوسف ولا حسين ولا اللي كانوا يلعبوا معاه كان يدير معاهم دي ريشيرش افون يسجل وكان يقابل ابري ماشي يروح صاي عمر راح شاور لا كل يوم هو تيكمل لونجيسترومون يكمل لو ميكساج كاع باش يخرج بوندا باش يروح يقابل لي زارون كان مقابل صوالحه كان مقابل صوالحه باسكو باش توصل للنيفو هذاك لازم تخدم بليس في اي ميدان سواء جوار دو فوت تكون متبريباريش روحك ودير بريباراسيون مليحه دير سيزون ميت هذا شي طبيعي هذه سي ناتيرال اون فوا تخدم بزاف توصل بعيد توصل بعيد وتكون يكون عندك ريزيطا والريزيطا تاعها هو تقريبا كاع حنا ديك الجينيراسيون تاع داك الوقت كانت صوف حسني تسمع كان كان نصرو كان عبد الحق كانوا كانوا كان كان حميد كانوا كانوا كان بليزيال ستيل مي كان هو صدير الستيل اللي خرج به هو هو حاجة هو ستيل لو ستيل سونتيمونتال خرج بان ستيل اللي ما كانش كاين ما كانش كاين داك الوقت راي كان غني وصاي اي مي خرج بالستيل تاع هو لاسيناتور تاع التامبر تاعه في داك ستيل سونتيمونتال تقريبا مع ديك لا بيريود والشيء اللي كان صاري في ديك السنوات يا ربي الحمد لله الحمد لله كل واحد يقول هذه غنيتي هذه قصيدتي راه قصدني الان 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 كل واحد يفوت عليك يقول لك سبحان الله تصبغنا عليا انا كنت جان انا كنت نقول كنت جان وكان عايش مع الشبيبه وكان يسمع تات مليح مع اصحابك تسمع باللي هذا عنده مشكله مع وحده وهذا عنده مشكله في دارهم وهذا يتيم كانت كاينه عنده ليكو انا لا باك هو صوناج من تريح معك وديحت مع هذاك الوقت الحاج محمد تحسب عنده 40 عام ما عندهاش صافي صافي في لي شونسون تاعها كان كبير في الاداء تاعها كان كبير كان كبير بزاف لا ما هو ساعه كان يبغي القليل بزاف بزاف يموت على القليل كان يبغي القليل بزاف بزاف انا نبري الموت تاعها واحد صوالح جاوني صوالح للدار ما امنش الناس اللي دار فيهم الخير ما تصورلكش في العقل الله يرحمه هو ساعه كان يخدم في الاخره تاعها عندنا اتصال عبد الرحمن ايه ما عندناش ايه انا بعدا في ديك لابيريود كيما قلت لك سي لو شونتا تاع لا جينيراسيون تاعنا ما صادي وين ما تسمع تقول تاعي تقول ادريسي فيها ولا ميساج ولا رجلي ولا رجلي صاحبي شكون خبر دي فوا تقول لوري ميوزيكال تاعه غادي بلوس لا سوسيتي المجتمع تقول راه يتمشى ويرفد في لي بروبليم تاع الناس كان يغني للناس واه سي بور سا الا توشي لو فون تاع الناس توشا بزاف لو فون تاع الناس و اطراف لي شونسون تاعها توشا بزاف ناس سي دي مليون دي مليون انا روحت للمغرب ما امنتش روحت لتونس ما امنتش باك تحسب مروكي ولا تحسبها تونسي لوطوي تفود موسيقى حسنيني وهنا انا ما عندهاش بزاف سي دي جون لي توشا كاع الناس توشا كاع لي كاتيجوري تاع الناس كاع لي كاتيجوري تاع لا سوسيتي الله يرحمه المسكين بلوس كو واحد اخر توشا المسكين بلوس لا انا بعدا دي فوا كن عاود نسمع ولا دي فوا مش عارف في ذاك الوقت ما كنت نسمع قل لي اللي بغي قل لي هو غني اللي بغي قل لي اللي بغي قل لي غنى اللي تيم المحروم غنى الحراق غنى اللي ماش خدام اللي يحشق غنى الغربة للوالدين كل شي غنى له كل شي غنى له غنى كاع قلت لك توشا كاع لي كاتيجوري تاع الغناء وكاع لي كاتيجوري تاع الناس اي حاجه تقول هذا السيد سبحان الله هذا مين راه يجيب ابري من تكون داك لو مومون معاه تبان لك نورمال شونتير يغني ما فهمني بصح ابري مني مات وريكول من بعد ويسمع اي شونسون تقول سبحان الله السيد كي كان يخمم في راسه فهمني تقول هذا السيد كان مقدم كان فايت وقته كان فايت وقته كان في هذا الوقت بعد قال لي في الوقت في 2020 ماش الوقت اللي فات باسكو تسمع دروك حسني تحسب راه عايش معاك الله يرحمه ويسعدك والوقت اللي كان ما نقولش ريبيتي مي دي فوا كاين دي شونسون اللي كتبهم هو ارونجا 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 وقتاش كان لارونجمون كان هو يدير لارونجمون ايه وقتاش كان يديرها في الليل في النهار اتو مومون يكون وحده ما يكونش وحده ما نكونوا قاعدين ندير لارونجمون
جبد لي بارول يدير الموسيقى، خدم وردة، خدم عبد الحليم، خدم مع فايد الأطرش، خدم خوليو، خدم هاد خدم ريشارك لي دالمان، خدم كاع توشا كاع ديك لا بيريود. كانوا هادو اللي كانوا خوليو كان هو وكان هو شكون كان خوليو ذاك الوقت يتوشي في خوليو تا واحد هو عندهم خوليو حنا عندنا خوليو تاعنا تاعنا الله يرحمه ويوسع عليه. هو ريكاسيون كانت من زمان صادير من زمان كانت في خاطري نسقسيها وجات لوكازيون نروح. اسكو المرحوم مازال عنده دي زالبوم ما خرجوش للمارشي؟ كاين البوم واحد فيه 4 شونسون ما يخرجش ما يخرجش باسكو مولاه قال له ما يخرجش مية لي دي تاع قال له السيد مات الله يرحمه ويوسع عليه. دونك خليها تجي فيه 4 شونسون يكذب عليك وغادي يقول لي فيه ستوك وسمعتها ما زيدوش هو ما تزيد عليه راك تزيد على روحك ما تزيد عليه هو راه عن مولاه واللي خدمه دامعه واللي خدمه الباكاج دامعه دامعه الخير اللي دارها دامعه الحاجه اللي كاع دارها دامعه الله يرحمه. انت لو كنت مجمع في قنت يقول لك سمعت غنيه تاع حسني الله يرحمه ومازال ما خرجت. ها برك اخويا ها نالو الشيطان حتى هذه دارت بزاف راه عندها وحده زوج عندها واحد ثلاثه عندها لا بوندا واحده فيها 4 شونسون ماشي كاملين ومش كاملين تيموا ستان تيموا ما كملوا ما دخلوا من الاستديو تيموا رفدوهم داهم داهم ولا عليهم. السلام عليكم لي ديتال استديو سي اوتر شوز بيان سور يلا بيان فيه. أرقام المجمع الهاتفي المفتوح 0841-41-17 0841-41-18-18 أو على صفحة الفيسبوك لأبناء الجزائر اللي في ديار الغربة ما عليهم إلا www.saida.fm.com. يشرفني اليوم ويشرف وليد سعيدة حضور شقيق المرحوم الشاب حسني هواري شقرون. عاود نرحب بك يا هواري. ربي يحفظك سي محمد وربي يخليك ان شاء الله. مورا راه مليح خويا. لا الحمد لله. خاطر قبيله قلت لي ما تروحيش بعيد نبغيك. هذه فوا كاين انديكاسيون اللي توشوك الدار. لا لا ما نروحوش بعيد. شكون تسمع وتعيش معاه ماشي كيف. فوالا سي ديفيرون صعيبه بزاف يا خويا وفتنا عليها التجربه وتجربه صعيبه 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 بزاف. هواري شاركت مع المرحوم في ديغالا برا كنت تروح مع ديبلاسي رحت مع السعيدية دو فيستيفال تاع السعيدية. كيفاش يكون الكومبورتمون تاعك قدام يطلع لا سان كيفاش يكون بوبليك حاجة واحدة أخرى باسكو يطلع سان يتبدل يتبدل يولي بنادم واحد أخر يولي شاب حسني من يكون أور سان يكون حسني فوالا توكور كي يطلع صح سي ستون في لوي ما نجمش تعيش فيها سي موند لارتيست حدا تاعه مو تاعه ما تنجمش نارتيس بصفة عامة سي موند أبار أبار عندها من يطلع ينفو يطلع سير سان يحكم ميكرو صاي ولا شاب حسني ما ولاش حسني شقرون كل شيء ينساه يبقى مع الببليك مع الببليك تاعه كان يبغي الببليك تاعه بليس كو كيفاش كان في الطريق صاي في اللي كيهود البلاد في وهران مع لي جون ذاك الوقت مع الكبار حبسوا في الطريق كان يحشم ستي لو بونوم اللي يحشم يحشم الكبير من الصغير يقادر خطرة واحد مريض مسكين غالب مريض مرا ساه الدنيا قاع هربة منها قعد معها قريب جوج سوايع فوق تروطوار مليح معه في الحومة يحكي معاه كيما بنادم نورمال كل واحد كان يعطيه ميزانة ربي يعطاه واحد الحكمة مانيش عارف حكمة إلهية وصحيح كان إنسان يبغي قلت لك القليل يموت عليه كان محبوب بزاف محبوب فوق قلت لك زاد مين مات الله رحمه زاد ولا محبوب كتر من اللي كان شو كاين الناس نعرفهم ما كانوا يسمعوا حسني بصح مين مات ولا يسمعوه بلوس شو كاين باسكو حتى طريقة الأداء تاعه لا طريقة الاغتيال اللي جات حتى 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 انسان ما قبلها حتى انسان ما قبلها لا عقل لا قلب لا مخ والو حتى حاجه ما تخيلهاش ديجا ما تخيلهاش كيفاه ما بغيتش انت ما تيماجينيهاش باللي خوك يموت برصاص في بلادك تدخلكش في راسك هذه جامي لا في بلادك سهلة في كارتي ماشي سهله قدام خوته قدام حبابه كلش من عند في واحد من عند واحد تقريبا قريب له ولد بلاده صدير ولد بلاد ماشي قريب ولد الجزائر صدير بون الجزائر كيفه فوالا بيريود هذا مات ولا واحد يقتل واحد ما شفت ديك لا بيريود بيريود ماتوا بزاف ناس باطل فوتو هذا الموضوع. عبد الرحمن تعطينا حاجه لانه هو اللي كان يوصي فيا باللي ما نجبتش هذه الله غالب. دونك مستمعينا الكرام ضيفنا اليوم ضيف سعيدة هواري شقرون شقيق المرحوم حسني محبوب الشباب وصاحب الأغنية العاطفية 0841-41-17-17-0841-41-18-18 مخليكم قلبي يا بكرا وسعيدة
هواري انت اخوه وحبيبه وصاحبه و و و كاع الغنى اللي غناه هوني الغنية تعجبك عندك اللي عجبتك صديق انا يعجبوني بروبليم غير يعجبوني ما تنجمش كاين 126 كاسيت شاك كاسيت فيها 6 شونسون تما كاين واحد 700 كاك شونسون ما تنجمش تخيل ما تسمع هادي ما كانش كاع وحده هادي شابه تزيد الاخرى تقول يا ثاني هذه واحده اخرى صح واحده خربشت لك في المخ اثرت فيك خلاتك تحس ما تنساهاش دي فوا تفكر تفكر يا ربي لو كان غير دي بارول منها داك المحروم عايش مظلوم نعم بين صحابه داك المحروم عايش مظلوم غنيه بزاف بزاف انا عندي غنيه تاع مره هنا ومره لهي عبد الرحمن اش عندك واش مغنيه داك المحروم داك المحروم داك المحروم عايش مظلوم وعبد الرحمن مرات حتى كاين غدار غدار كاين عنده عنده كل قصايد طلبتي الفراق كاين بزاف صوالح اللي حتى لابد كاين واحد داك المحروم عايش مظلوم باسكو لي تيم مكانش كاع خوه عندي تيم اللي حس بيه غير هو حتى واحد ما يحس بيه سيتو الموسيقى موسيقى تاع خوليو ولا غالب جات راكبه فوق فوق لا شونسون فوق لي بارول شكون يكتبها لها؟ كتبها لها العرش خويا لا العرش تاع كتب لها هذيك كتب لها غدار ذاك المحروم عايش مظلوم كتب لها كتب لها هذيك ديجا هذيك لا بوند بلاس كاع كاتبها هو يبغيها عبد الرحمن بزاف واني نشوف عبد الرحمن يبغيها بليس ويتفاعل معها بزاف حس بها باسكو ماشي ساهله اغنيه توشي بزاف توشي ديريكت توشيك ديريكت ام الايقاع والموسيقى في الاستوديو دونجيسترمون عند سيزون ماستر سيزون ماستر عند بوسيف وتقريبا لي زابون تاعها كاين دي زابون اللي خدمهم في ليترونجي لي زابون خدمهم في لا لا لون ماجوريتي خدمهم احنا خدم البوم واحد برا برا في مع مغني خدم مع مغني سا لا غروند ماجوريتي في ستيديو ماستر ستيديو ماستر عند بوسيف عند بوسيف كانوا عندها دي بون ميجيسيان خطره بوسيف خطره حسين وخطره علي كل واحد خدم من بارتي بارتي الاولى خدمها كاع حسين بلي كنا نعيطوا لها بليغو وديزيام بارتي تاع سموها غناها خدم معاها علي علي بن عبد الله واللي ميجيسيان اخرين كاين حسين حسين نحال الموازني كان يجي دي فوا ماركو بالباتري كانوا كاينين هكا كانوا باينين كانوا دايما يتمشوا معاه ولا صوف لا يخدموا معاه في ستيديو بزاف ستيديو كيما علي كان يخدم معاه لي غالا ثاني في لي غالا يخدم معاه يخدم معاه لي غالا دونك تقريبا ايكيب وحده كانت تمشي باسكو ستان جروب ستان جروب ستان جروب سي سا باش ايفاليو باش تخدم لك كون ان جروب في اي دومين في اي دومين في ايكيب تاع بولات ما يكونش عندك ان جروب عمرك ما تدي حاجه صح صح سي سي قاعدك الوضع اللي كان واصل فيه يقول لك مازال ما وصلت راني عاد راني بعيد
مرحبا وسهلا. كان متواضع فوق اللازم غا. فوق اللازم. ذكرى الغالي عليك معه. استغفر الله الرحيم. ما شعرف. ما تغبنيش محمد. والله ما نغبن خويا. قلت لك ما تغبنيش. كاين صوالح لي ما تنجمش تحكيهم باسكو يضروك الداخل. صحيح. قلت لك باسكو تسمعه وتعيش معاه ماشي كيف. ماشي كيف كيف. تسمعها تسمع في شيء تبغيه سير تبغيه تسمعها وتبغيه ويعجبك ويتوشيك في قلبك بسامين تعيش معها تكون معها في مربيطة واحدة مشي كيف كيف مشي كيف كيف نايح معها وعدتك قلنا عاد أنا آوي ونشد في وعدي أوجي الضيف عندك بيتك بالنيل لا ما نقول لا خباليك شعب سعيدة لك وزي مساعدون يا ما تقاليش غير المراحي صاي المراحي مسكين تقاليش غير المراحي بروح عاقل مراحي ما يهلك في وين ما تقاليش غير المراحي وخلاص هذا ما كان هواري اسكو المرحوم دار دي كالا في السود السود ما خدمش السود خدم أرجي خدم تيزوز وخدم عناب خدم غير النور تقريبا خدم وهران خدم تلمسان خدم مروك خدم تونس حضرت معنا الكالا تاع سان جوي لا ما حضرتش لا لا تمنيت لكون حضرت تحكي لنا كيفاش كان الصومالي ديجا تاع الصومالي كان عاد كي العرجمات الله يرحمه ويسامحه كانت عندها 40 جور وتاع 94 هذيك كنت خدام وكنت لاهي ما تنجمش تمشى صايت الواحد يحكم الشومه تاعها خدمتك لا غالب خبزه تاعك بليس كو اوتر شوز لي كاسيت لي بارتيسيبي بليتو خدموا خدمهم اون ديو اون ديو خدم مع شابه نوريه شابه زاهيه خدم مع ملك الله مشي ملكة مدها مع سوريا كينان هادو اللي خدم معهم زاونيا زاونيا الأولى الألبوم الأول الألبوم الأول الألبوم الأول ونيا ديجا كانت تخرج معاه لي قال على ترونجي كانوا عندهم لو ميم ماناجر فاضل الصحراوي وهو وزاونيا ما كانش عندها بروبليم مع الماناجر تاعها في ذاك الوقت جامي 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 نور الدين كافايتي استانبول يعرف خدمته كانت عندها 14 شونتير ماناجر تاعها شاب طارق في ذاك الوقت ريميتي هادو كاع كان حاكمهم هذا المانجر كان يعرف شي الخدمه شاولا دير لا توني دير لا توني في امريكان دير لا توني في بيس كونديناف يا دي توشاتات بيس كونديناف في رمضان بالعيد بالعيد العيد صغير قال لي ما امنش قال لي دي فوا تحسبهم الراي تاعهم وحنا جيناها لهم عاود جينا عندهم كان يركصوا دي فاسون هضر عليه هضر عليه كده بصورتي نظن البريمي غالا تاعها برا في ترونجي بيس كونديناف لا البريمي غالا تاعها في مارسي من بعد باري في زينيت من بعد بيس كونديناف جابد عليه بزاف لا نورفاج دير بليه حتى في اوسلو في اوسلو هضر عليه بزاف هضر عليه بزاف توشه هذاك توشه هذاك توشه اللي تحسب بالراي تاعهم وديناه لهم بعد جبناه لهم وحنا جبدنا قال لك تحسب تنخلع ايوا كل واحد وربي كان ينصره في الدنيا هذه كان بالخف ربي ينصرك هذه قام إرادة الله ربي سبحانه هو اللي يعطيك هذا سبحان باش الدنيا تبغيك يبغيك الله باش يوصل الشعب هذا قاعد يبغيك ربي يبغيك الحمد لله كل الأعمال تاعك ماشي غنك الأعمال تاعك مع البنادم اللي كيفك هو اللي ربي واللي يبغيك دير الخير وتهلا في القليل ووقف مع المسكين الحمد لله يسعى قد ما ينجم في كلش في كلش دير الخير في قال صوالح قلت لك ما نجمش نحكي لك باسكو لا ليست طويله ليست طويله وليق لها اي ود هاد صوالح دارهم من روحها داهم معاه تخدمهم من روحك هذه تاع حاجه ما تخليها انا وتروح لا درت الخير تديه ولا درت الشر تديه الحمد لله الدنيا تشد علي غير بالخير لحد الساعه لحد الان 26 عام من بعد الدنيا مازال العام مات ولا 26 عام وهذا العام 26 عام اللي مات الله يرحمه ويسعده كان يبغي لازم ولا نمسيو لا في الجمع الجمعية بصح كي نبغي الحمري حمري حمراوة كي كانت لاريكسون تاع كان يحضر لي ماتش لا مي كان في الجمعية كان يلعب يدير الرول تاعها تاع ليكيب تاعها ما كنت مجمع مولودية يلعب نورمال يماركي نورمال من بعد من خر من توخر من تماك باسكو هو باش ولا يغني كان بلايسي طلع عند فرونجي سعيد الله يرحمه في الدروج عنده طاح تحل هنا في المونطون تاعها صح قعدت بليس ولا ما يترينيش ولاو الحمري يجروا موراه هذا نطينا الاحمر هو اللي كان باغي يديه تما من بعد ربي ما كتبلاش في الغنى كتبلاش في البوله كتبلاش في الغنى تماك حبس ودار ديريكت مول بغي سقسيك وعبد الرحمن ذكرني بسؤال الكوافير اللي كان دائما يتصور عنده
كوافير غير تما عندنا هذا الجان لا فرنسا عايش هذاك وهذاك راه عايش فرنسا خاص حمر راه حتى انفي ديرو ان ريبتيرو بورتاج تي في 5 تي في 5 تقال عندها تحسن هذا غير في الحومه ماشي بعيد غير تما في الكارت غير تما في الكارت دور تود في لافيني كاناسا وهنا في سعيده سعيده مالها حضر ما حضر جا ما جاز لا جا كنا جو صغار هنا مي كنا ايه صغار كنا عاد فراطيت كما يقول لك كنا جو سعيدة شكون عندنا خالد الشيباني الله يرحمه هنا الله يرحمها هي الله يرحمها هي طولة في عمرها الله يطول في عمرها الله يرحمها كنا نجو راك تعرف لافامي كنا صغار ماشي كيما دروك فاكونسي ود البحر سينو لا لا الصغر حاجة أخرى بكري صغرنا ماشي كيما تاع دروك كانت عندها علاقة طيبة تقريبا مع كاع لي زيديتور خدم كاع لي زيديتور ما عندها كاع ما عندهاش عداوة في ديك لا بيريود كان كيما قال لو روا كان لو برانس وكان لو روا تاع لا شونسون سونتيمونتال كيفاش كانت لا ريلاسيون تاع بين خالد وشرمان بلي نورمال ديما ما يخدموش بزاف ديجا في رحبة ما يتلاقوش بزاف خالد ديك لا بيريود كان عايش فرنسا اون فرونس ما كانش يهود ما كانوا يتلاقوا غير هي كاش غالا ولا بصح جامي يخدموا في غالا في رحبة ونصروا نصروا كان نامي نلعبوا لهم بولا نربحوهم وكاع خاطر داروا غالا في رحبة في باري حسني كان فيه فيس تاع بولا انسان يلعب البولا فيه فيس شرو بالون شرو تريكويات بالك شتا في دي فوتو تاع ميلو اسي صبات نصروا قال لها تلعبوا البولا قال لها واه قال تلعبوا لنا قال لها ما كاش مشكل لعبنا في الحومه تاع نصروا ربحناهم 4-0 هذه مليحة هذه هاد لي ديطاي اللي كنا حوسعين هو حبوا في روحنا هكا تقلنا جماعة نبحى بولا وقلنا ربحنا بولا لا كانت عندنا اون ايكيب شابة الله يبارك كنا يعيطوا انت شو كنت تلعب؟ انا كنت ديفونسور وهو كان 9 ونص هو كان ميليو 9 ونص 9 ونص ماركيت له مو ماركيتش هات ماركي خاطر راجل ثلاثة هو كان يماركي بليس كومو ايوه هاو سان اتاكون تا ديفونسور امبوسيبل تكون بصح كاين ضروا دي ديفونسور مركوز ضروا كيما راموس كاين راموس ودي ماشي غير راموس كاين بزاف كاين بزاف من السبعيني تاعنا ماركا دونك واش نقول لك يا حبيبي يا حبيبي يا الهواري نخلي لك تختم الحصه محمد خويا نشكرك ونشكرك على الاستضافة هذه واش بونس شديت في وعدي ياك شديت في وعدي لا شديت في وعدي طيب نشكر الاخ عبد الرحمن سنا عبد الرحمن والاخ سيد احمد سيد احمد ربي يحفظهم ان شاء الله وراهم قابلين الخدمه وكاع باش هذه الحصه تكون تفوت على صواب نشكر الناس السعيده ونشكر كاع لي فان تاع حسنين رحمه الله والسلام الله يرحمه ويسلمه ولا بروشان ان شاء الله تحضر ان شاء الله الله يطول العمر لا بروشين فوا ان شاء الله نجيب واحد لي فونتاني ودي ميوزيسيان اللي يخدموا غير حسني مالوزمون اليوم مازال مش باسكو راهم خدامه كنت بان ليك سيربريز كنت بان ليك سيربريز بالميوزيسيان بان شونتور اللي فريمون يدير صدر تسمعه تقول لا بوا تاع المرحوم كنت بان ليك سيربريز مو لا بروشين فوا حتى انتم الكرام سان بليزير حصه اخرى وهو اللي راه ولد السعيده هو ولد السعيده ويجي دائما ورانا دائما في سعيده صدر راه هنا ما حدش يروح على الخطا غادي يطول غير الخطا دونك ممكن في هاد لابيريود اللي راه هنا يكون ضيفنا مره ثانيه وتكون الفرقه هنا واللي ما نعاودوا نذكروا الايام الزينه مع المرحوم الشاب حسني ونتفكروا ديك لا جينيراسيون ديك لا بيريود اللي عشناها كيفاش نقول كانت الكلمة من عند المرحوم توصل من القلب الى القلب ومن قلبنا الى قلبكم مستمعينا الكرام كنتم في الاستماع لبرنامجكم الاسبوعي فن افام بعد قليل سوف يتم الربط بالقناة الاولى خدمكم عبد الرحمن وسيد احمد في العارضة الفنية ضيفكم والحصر الاذاعة السعيدة هو رشقرون شقيق المرحوم الشاب حسني محمد وراء الميكروفون نضرب لكم موعد الاسبوع القادم ان شاء الله والسلام